السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الوحدة الجديدة إن شاء الله سوف نتكلم عن الكنترول ستراكتورز. والكنترول ستراكتورز لدينا نوعان، لدينا أول نوع وهو جمل الشرط أو الكونديشن ستيتمنت، والنوع الثاني وهو اللوب ستيتمنت أو جمل التكرار. الكونديشن ستيتمنت أو جمل الشرط نستخدمها لتحديد طريقة عمل البرنامج الخاص بنا، يعني نتحكم في تصرف البرنامج الخاص بنا بناء على شرط أو شروط معينة. أما اللوب ستيتمنت أو جمل التكرار نقوم باستخدامها لتجنب تكرار كود معين في البرنامج الخاص بنا، يعني حتى لا يكون حجم البرنامج كبير جدا، وأيضا تسهيل التطوير وإلى ما ذلك. نبدأ أولا بالبولين أند كومباريزن. عندما تكلمنا سابقا في الـ Variable Types تكلمنا عن بعض أنواع البيانات، لم نتطرق لموضوع البولين. إذا في أنواع البيانات في بايثون يوجد أيضا نوع اسمه البولين أو القيمة المنطقية، وهذه البولين لديه قيمتان، لديه الـ True ولديه False. إذا المتغيرات يمكن أن تكون من نوع بولين، وعندما أقول من نوع بولين إذا هي إما تحمل القيمة True أو False. والكومباريزن اوبريتورز او عمليات المقارنه هي دائما او غالبا التي نقوم باستخدامها مع هذا النوع من انواع البيانات البولين، يعني دائما نجد اننا نقوم مثلا بالمقارنه، هل هو اكبر من او يساوي من، مثلا يساوي لا يساوي والى ما ذلك. توفر لنا بايثون عدة طرق لاستخدام الشرط. لدينا أولا أول حالة وهي الـ if statement، ولدينا الـ else statement، ولدينا الـ elif statement. الـ if statement هذه عندما نقوم باستخدام الشرط هذه إجبارية، يعني يجب كتابتها إذا أردنا أن نقوم بعمل شرط معين. أما الـ else و الـ elif يمكن كتابتهم أو يمكن لا، حسب ما نريده نحن بالضبط. إذا كيف تعمل الـ if statement؟ ذهبنا إلى هذه الصورة، نلاحظ هنا لدينا test expression أي الشرط، هنا الـ if statement. إذا الـ if هي فقط لديها شرط واحد، إما أنه true أو false، هو محقق أو ليس محقق. إذا كان محقق سيتم الدخول إلى البلوك الخاص بالـ if statement ويتم تنفيذه، ثم بعد ذلك يتم تنفيذ باقي أجزاء البرنامج الخاص بنا. أما إذا كان الشرط غير محقق هنا في test expression فالبرنامج يتجنب البلوك الـ if statement، يعني لا يقوم بالدخول إلى الـ if statement ولا يقوم بقراءة ذلك الكود ويتجنبه ويكمل سير عمله. الـ if else كيف تعمل؟ الـ if else لدينا أيضا هنا if في حالة شرط، إذا هنا أيضا لدينا إما true أو false. إذا كان true سيتم الدخول إلى if ويتم تنفيذ الكود، ثم بعد ذلك يتم تنفيذ باقي أجزاء الكود. الآن هنا في حالة false هنا سيكون أيضا لدينا كود آخر نقوم بتنفيذه. هنا سابقا في الـ if statement عندما كان الشرط غير محقق false البرنامج مباشرة يخرج ويكمل باقي العمليات. أما هنا فإذا كانت false أيضا سنقوم بتنفيذ كود أو statement معين، ثم بعد ذلك يخرج ويقوم أيضا بإكمال باقي أجزاء الكود. الآن لدينا if أو الإليف statement. الإليف statement إذا كان مثلا لدينا أكثر من احتمالات، يعني مثلا هنا لدينا test expression of if، هنا لدينا الإف في حالة true سوف يدخل البرنامج إلى البودي أو البلوك الخاص بالإف ويقوم بتنفيذ الكود، وبعد ذلك يكمل تنفيذ باقي أجزاء الكود الموجودة هنا. الآن في حالة الفولس، إذا في حالة الفولس هنا أيضا أصبح لدينا حالتان، قلنا بأنه لدينا عدة احتمالات، يعني لو نلاحظ اسمها إليف، لو نلاحظ هنا لدينا إيف، لدينا هنا الإليف هي تتكون يعني من إيف وألس، إيف ألس. إذا هنا لدينا الـ if وهنا لدينا الـ else. إذا if مرة أخرى إذا كان لدينا احتمال آخر
يتم التحقق من ذلك الاحتمال الآخر. إذا كان محقق سيتم الدخول إلى هذا، أو يتم الدخول إلى البودي الخاص بالإليف أو إلى هذا الاحتمال ويتم تنفيذه، ثم بعد ذلك يكمل البرنامج تنفيذ باقي أجزاء الكود. وإذا لم يكن لدينا أو إذا لم يكن محقق هذا الشرط هنا، سيتم الانتقال إلى فولس أو إلى الألس. إذا لدينا إيف إليف ثم ألس في الأخير. دائما نلاحظ هنا لدينا الألس تكون في الأخير دائما. إذا كمثال على ذلك نقوم بإنشاء الأمثلة هنا. لنقول لدينا مثلا متغير اسمه مثلا number وليكن 3. مثلا نريد أن نتحقق هل هذا العدد مثلا مثلا لنقول سالب أو موجب. لدينا هنا if، السينتاكس الخاص بال if statement كالتالي: if ثم هنا يكون الكونديشن بهذا الشرط، ثم هنا النقطتان أو الدبل كولون، وهنا يتم تنفيذ الكود الخاص بنا code will be here. إذا هذا هو البودي الخاص بالإف ستيتمنت الذي كنت أتكلم عليه في الصور. لو نلاحظ هنا body of if. إذا كان الشرط محقق سيتم الدخول هنا إلى البودي الخاص بالإف ستيتمنت. إذا هنا if number، هنا الكونديشن if number greater than zero، إذا هنا print number is positive بهذا الشكل. كيف نقوم أيضا بالتحقق هل هو سالب أم لا؟ سنحتاج إلى إنشاء if جديدة. if number أقل من أو less than zero، هنا print number is negative. نتأكد run lesson 8. لو نلاحظ هنا لدينا number is positive. إذا نلاحظ هنا الكود يعمل. نعمل مثلا هنا ناقص 5 ونعمل run، نلاحظ number is negative، كل شيء تمام. لكن لو نلاحظ هنا يعني قمنا بنوع من التكرار، يعني لدينا هنا if و if. هذه الif تقوم بالتحقق من هل هذا العدد أكبر من أو أصغر من، يعني نلاحظ هنا نوع من التكرار وهذا غير محبذ. كيف نقوم بعمل نفس مثل هذا البرنامج أو هذا الكود الموجود هنا؟ يقوم بنفس الوظيفة تماما لكن بطريقة أخرى دون تكرار هذا الشرط if number أكبر أو if number أصغر. لدينا ال else statement. لدينا هنا مثلا if number أكبر من صفر، هنا سيتم عمل print number is positive. الآن لدينا ال else. إذا هنا إذا كان الشرط محقق وهنا غير ذلك، أي إذا لم يتم تحقق هذا الشرط قم بتنفيذ هذا الشرط الموجود هنا. نلاحظ هنا if number أكبر من الصفر سيتم طباعة لنا print number is positive. الآن إذا لم يتحقق هذا الشرط أنا أعلم تماما أنه هذا العدد هو أقل من الصفر أو يساوي الصفر. المهم أنا هنا متأكد الآن أنه ليس أكبر من الصفر. إذن لماذا أقوم يعني بتكرار نفس الشرط من جديد وأقوم هنا بعمل number أقل من الصفر؟ أنا أعلم تماما أقل من الصفر، لذلك لست بحاجة إلى كتابة هذا الشرط. لذلك هنا نقوم باستخدام ال else عوضا عن هذه الطريقة. إذا هنا البرنامج كيف يعمل في الإف ستيتمنت؟ هنا يقرأ هذا السطر أولا، يقوم بالتحقق. إذا كان محقق يقوم بالدخول هنا والطباعة. إذا لم يكن محقق سيتم الانتقال إلى السطر ويعاود الكرة من جديد، يقوم بالتحقق
عملية التحقق هذه أو هذا الشرط من جديد، وإذا كان محقق سيتم الدخول، إذا لم يكن محقق يتم تنفيذ باقي أجزاء الكود. أما هنا فلدينا if number أكبر من صفر، هنا يقوم بالتحقق من شرط، إذا كان الشرط محقق سيتم الدخول، إذا لم يكن محقق مباشرة سيتم تنفيذ هذا الكود من دون التحقق مرة أخرى من هذا الشرط. إذا هنا نجعلها مثلا نمبر وان، وهنا لدينا مثلا نمبر وان لنقول 5 لهذا الشكل، ونعمل run من جديد. الآن نلاحظ number is negative هنا الأول باستخدام ال if statement، أو نجعلها هنا نفس 5 أيضا، أو نتركها 5. إذا هنا تم تحقيق هذا الشرط الموجود هنا. الآن في ال else statement نلاحظ هنا تم عرض لي number one is positive، لدينا هنا 5 أكبر من صفر، هنا الشرط غير محقق، عفوا هنا الشرط محقق، إذا قام بالدخول هنا وتجنب هذا البلوك الموجود هنا. لكن هنا بهذا الشكل هنا نلاحظ أنه نفس النتيجة، لكن طريقة تنفيذ الكود ليست نفسها. لماذا؟ لأنه هنا قام بالتأكد هل 5 أكبر من صفر أم لا، أكبر، قام بالطباعة، هنا أيضا قام بعملية أخرى، وطبعا هذا قد يستغرق وقت، وأيضا يستغرق يعني من سرعة تنفيذ الكود، يمكن أن يجعل مثلا البرنامج خاص بنا بطيء نوعا ما، لأنه يقوم بعملية تكرار. طبعا هذا المثال صغير، لذلك هنا السرعة يعني لا تشكل يعني فرق، لكن في بعض الأكواد الكبيرة أو المشاريع كل سطر له حساب. الآن هنا يقوم بالتأكد 5 أكبر من صفر، إذا قام بالتنفيذ وتجنب تماما هذه الموجودة هنا. الآن هذا العدد الذي نقوم نحن بعمله يمكن أن يكون أكبر من الصفر أو أقل من صفر، أو يمكن أن يكون يساوي الصفر. هنا لم نحدد في ال else statement و ال if statement، هنا لم نقم بتحديد هل هذا الرقم يساوي صفر أو لا، هنا لدينا أكبر وهنا أصغر. إذا هنا نحن لا ندري هل هذا الرقم مساوي للصفر أم لا. إذا هنا لدينا احتمال آخر ثالث، لذلك سوف نحتاج إلى استخدام ال if statement. هنا لدينا number 2 equal 7. الآن لدينا if number 2 سيكون أكبر من صفر، وهنا نقوم بطباعة number 2 is positive، الآن هنا سيكون لدينا if بهذا الشكل. هنا أيضا يجب أن نقوم بكتابة شرط if number 2 أقل من الصفر، إذا إما أكبر أو أصغر بهذا الشكل number 2 is negative. الآن لدينا أخيرا ال else، كما قلنا ال else دائما تأتي في الأخير. هنا بما أن العدد لنفترض مثلا هنا صفر بهذا الشكل، إذا هنا if صفر أكبر من صفر هذا غير محقق، إذا سوف ينتقل إلى البلوك الخاص بالإلف. هنا أيضا لدينا شرط صفر أقل من صفر طبعا غير محقق، إذا مباشرة هنا أنا أعلم تماما بأن هذه القيمة مساوية للصفر. إذا هنا equal مثلا 0 بهذا الشكل، نعمل run، نلاحظ هنا number 2 is positive. إذا لدينا هنا نقوم بحذف هذه حتى لا تخلط علينا الأمور،
عفوا هنا كان يقارن بين النمبر التي كانت قيمته هنا 5، إذا هنا نمبر 2 بهذا الشكل. نعمل run من جديد، نلاحظ equal 0، إذا هذا الشرط غير محقق. إذا لو عدنا إلى هنا، هنا الشرط غير محقق، إذا انتقل إلى هنا. هنا ماذا سوف يجد؟ يجد test expression of elif. الآن نحن في الإليف، الآن في الإليف لدينا إما true أو إما false. هنا صفر أصغر من صفر غير محقق، إذا قام بالذهاب إلى false هنا، والfalse هنا تؤدي بنا إلى البودي الخاص بالألس. إذا أخيرا سيتم عرض لي print equal 0. كانت هذه الـ condition statement بكل بساطة. طبعا قمت هنا بإضافة الـ exercise. سنقوم في الفيديو القادم إن شاء الله بعمل بعض الأمثلة الخاصة بالـ condition statement، يعني حتى نفهم أكثر آلية عمل الـ condition statement. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.